ولا يخفاكم الحديث الذي رواه البخاري معلقا في صحيحه في كتاب الرضاع أنه ذكر قصة طويلة وخلاصتها أن أبا لهب لما جاءه الخبر بولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبشرته ثويبة جاريته كعادة العرب إذا جاءتهم بشارة فإنهم يكرمون هذا المبشر بما يسمى بالحلوى أو بالإحسان والجزاء فأكرمها بالعتق وأعتقها. لهذا يقول العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه إنه رأى أبا لهب في النوم في شر حال فسأله عن حاله فقال له حالي كما ترى، قال له إلا أنني، يعني المتكلم هنا أبو لهب، قال إلا أنني أسقى في كل يوم اثنين من نقرة أصبعي، هذه أسقى منها ماء. لماذا؟ قال لأجل أنني أعتقت ثويبة لما أخبرتني بولادة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول الحافظ شمس الدين ابن ناصر الدين الدمشقي أحد كبار علماء الأمة الإسلامية وحفاظ أحاديثها، يقول إذا كان هذا كافر جاء ذمه بتبت يداه في الجحيم مخلدا، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي طول دهره بأحمد مسرورا ومات موحداً.